تأجل الحلم والتصعبت المهمة تماما. المنتخب الكاميروني يقطع رسميا تأشيرة التأهل إلى الجابون 2017 بعد انتصاره اليوم بهدف مقابل لا شيء على منتخب موريتانيا. نذكركم مشاهدينا بهدف المباراة الوحيد والذي جاء في شوط المباراة الأول في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب إدغار ساليه من تصويبة ومن خطأ دفاعي فادح لمدافع المنتخب الموريتاني في هذه اللقطة، ليرفع رصيد المنتخب الكاميروني إلى النقطة 11 ويضمن رسميا التأهل إلى الجابون. الرصيد 11 نقطة للكاميرون، موريتانيا يتوقف رصيده عند 7 نقاط، جنوب إفريقيا 3 نقاط وجامبيا نقطتين فقط. مباراة جنوب أفريقيا وجامبيا ستكون غدا بمشيئة الله.